الآن مع المتحدث الثاني وهو الدكتور عوض إسماعيل عبد الله محمد عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر. وأرجو التقيد بالزمن يعني لا يتجاوز 10 دقائق. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، المنصة الكريمة، العلماء الأبرار، ضيوف مصر الأعزاء، تحية من الله تعالى وسلاما عليكم، وبارككم الله جل وعلا وبارك خطواتكم وثقل بها موازينكم ونفع بكم وبعلومكم البشرية كلها. اسمحوا لي في البداية ومن غير مجاملة أن أقول: يستمر نجاح وزارة الأوقاف المصرية الدعوي والثقافي داخليا وخارجيا، ممثلة في وزيرها النشط صاحب الأفق الواسع، بارك الله فيه وفي جهوده. يأتي هذا المؤتمر تاليا لمؤتمرات سابقة في هذا الإطار وفي هذا المضمار، يأتي متناولا موضوعا من الموضوعات المهمة في إطار حل المشكلات وإرساء قواعد العلاقات المتبادلة باحترام بين الناس فرادى وجماعات. فكان هذا العنوان الموفق: حوار الأديان والثقافات. السادة الكرام، من القيم المهمة التي مع الأسف الشديد ضاعت في عالم الناس اليوم قيمة الحوار، مما أدى في كثير من الأحيان إلى مشكلات في شتى المجالات، دينية كانت أو ثقافية أو سياسية أو اجتماعية وغير ذلك. وأبرز هذه المشكلات في نظرنا الناتجة عن ضياع هذه القيمة، قيمة الحوار، وأن يتمسك كل فريق بما عنده وينغلق على نفسه، فتحمل النفوس وتحمل أحقاد وضغائن كل فريق تجاه الآخر، وربما نتج عن ذلك أن تتكون أيديولوجيات وجماعات وحزبيات هي في معظم أحيانها خطرة، لأنها تتخذ طريق الالتواء وعدم الوضوح وطريق العمل في الخفاء كما قال أستاذنا، ومحاولات الاستقطاب والاستقواء بمن استطاعوا وما استطاعوا. وتظهر قيمة الحوار في أنه من أرقى وسائل الاتصال المباشر فيما بين المحاور والمحاور، إذ إنه يعتمد اللغة الراقية والألفاظ المعبرة طريقا في الوصول إلى الحقيقة، كما أنه يرتكز على الحجج الساطعة والأفكار المرتبة القائمة على المقدمات المحكمة التي توصل إلى نتائج مقنعة. كل هذا بعيدا عن الحدة في النقاش ورفع الصوت في الحديث والتعصب لرأي أو مذهب أو اتجاه شخصي لفرد أو جماعة. ومن هنا كان الحوار صنعة أهل الحكمة والعقل، لا أهل الهوى والشهوة والحمق. ولذلك
اتخذوه أنبياء الله جميعا عليهم صلوات الله وسلامه، وفي مقدمتهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اتخذوه منهجا في دعوتهم إلى الله جل وعلا والأخذ بيد الناس إلى طريق الهدى والنور. وقد قص علينا القرآن الكريم نماذج مختلفة من حوارات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم، ورأينا مدى الرقي في اختيار الألفاظ والعبارات وقوة الإقناع المترتبة على ذلك. كما رأينا في القرآن الكريم صورا متعددة من الحوارات التي دارت بين المولى جل وعلا وبين وبعد خلقه، وهو نبراس في أدب الحوار العالي وأصوله وغاياته. وقد تعلمنا من حفظنا واتباعاتنا لهذه النماذج، سواء كانت في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة، تعلمنا غايات وأهدافا كثيرة جدا. ومن هنا كان موضوع البحث الذي بين أيديكم الآن، مفهوم الحوار وغاياته. أما عن مفهوم الحوار فقد تحدث عنه المتحدثون كثيرا قديما وحديثا، ولكن أستطيع أن أقول إن الحوار عبارة عن كلام مباشر يدور بين طرفين، شخصين أو مجموعتين أو ما في معنى ذلك، يمثل كل طرف منهما اتجاها خاصا أو فكرة معينة في نفسه، ويقوم بعرض ذلك بأسلوب متسم بالهدوء، هكذا ينبغي، مختارة ألفاظه بدقة لتدل دلالة مباشرة على ما يريد، بعيدا عن التعصب والهجوم. ولكن من الناس من يخلط بين معنى الحوار والجدل، وبينه وبين المناظرة، وكذلك بينه وبين المرأة. كثير من الناس يخلط بين الحوار وبين هذه المصطلحات. ولكن الحوار باختصار شديد أسلوبه فيه سهولة وهيونة وليونة، هكذا ينبغي أن يكون، لأن كلا الطرفين يريد إقناع الآخر، إقناع الآخر بما عنده، والإقناع لا يتأتى، لا يمكن أن يتأتى إلا في هذا الإطار، إطار الهدوء وعرض الأفكار بأدلتها المقنعة، ولعل الجذع اللغوية للمادة الحاء والواو والراء دال على هذا المعنى، بخلاف الجدال فالجدال فيه منازعة وفيه قوة وفيه محاولة إقناع الآخر بأي حال، حتى وإن كان بطريق ملتون وصوت عال ولي أعناق الكلمات والأدلة. وأما المناظرة فالأسلوب فيها دال على النظر والتفكر بعضها، والغالب فيها المسائل العلمية والقضايا الفكرية، لأنها تحتاج إلى إعمال نظر أو لأنها تعتمد على النظير. وأما المراء فقد جاء في مفردات الراغب، والمرية التردد في الأمر، وهو أخص من الشك، قال تعالى: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه. ومن خلال العرض أيها الأحباب الكرام، حتى لا أطيل على حضراتكم وحتى لا أجور على حق إخواني في الوقت، ومن خلال عرض المعاني ومصطلحات الحوار والجدال والمناظرة، استطعت أن أصل إلى غايات عامة للحوار وغايات خاصة. أما الغايات العامة أهمها غرس قيمة الحوار وأهميته وإفساح المجال للطرف الآخر، والنماذج على ذلك كثيرة جدا. وإذا ما أخذنا مثالا واحدا فقط من القرآن الكريم، نماذج لهذه القيمة أو لهذه الغاية، هو الحوار الذي دار بين المولى جل وعلا
وبين ملائكته في مطالع سورة البقرة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أيها الأخ الحبيب، أيها المستمع الكريم، ألق سمعك وافتح قلبك لما في هذا الحوار من روعة وجمال، حتى انتهى بقول الله جل وعلا في النهاية لملائكته: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ثانيا، الحرص على احتواء المخالف وتصحيح مسار فكره، وقد رأينا ذلك في حواره صلى الله عليه وسلم، والنماذج كثيرة ولكن هذه مجرد إشارات. وقد رأينا ذلك في حواره صلى الله عليه وسلم مع الشاب الذي جاء يستأذنه في الزنا. تخيل أن شابا يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه المشرع في الأرض، يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يأذن له في هذه الفاحشة، في هذه المعصية، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبله استقبالا بكلمات رائعة وبحوار هادئ رقيق، بعدما همهم بعض الصحابة الكرام أن يفعل بالرجل ما يفعل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بالحوار الهادف يصل به في النهاية إلى ما يصل من أن يخرج الشاب من عنده وليس في قلبه شيء أبغض إليه من الزنا. ثالثا، توضيح المواقف التي يمكن أن يساء فيها الظن، ونموذج ذلك في الحديث الشريف، وكلنا يعلم هذه القصص، قصته صلى الله عليه وسلم مع الأنصار عند تقسيم الغنائم بعد عودته من حنين. رابعا، إبراز قيمة الإنصات والاستماع للمخالف، ونموذج ذلك قصته صلى الله عليه وسلم مع عتبة بن ربيعة حينما أرسله قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليساومه وليعرض عليه ما يعرض، فكانت النتيجة أن يقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أوائل سورة فصلت، وكان ما كان من بعد ذلك. أيها الأحباب الكرام، الغايات العامة للحوار تكاد تكون معدودة في نقاط معينة، ولكن هناك غايات خاصة، وهذه الغايات الخاصة تكون بحسب كل موضوع وبحسب كل مجال يثار فيه الحوار. فقد يكون الحوار في أمر سياسي، في أمر خاص جدا في السياسة، وقد يكون الحوار في أمر ديني، في أمر خاص جدا في الدين، وقد يكون الحوار في أمر اجتماعي، في قضية خاصة جدا في الاجتماعيات. وكل واحد من المتحاورين يكون في رأسه ما فيها من الوصول إلى الأهداف والحقائق والغايات. إذن تتسع دائرة الغايات الخاصة كثيرا جدا في أمر الحوار. أيها الأحباب الكرام، هذه مجرد إشارات وإضاءات عن مفهوم الحوار وغاياته، وقلت لحضراتكم إنها كثيرة، ولكن حتى لا أجور على وقت إخواني المتحدثين أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. فكم من كلمات هادئة وصلت بأمم إلى بر الأمان والسلام. إنه الحوار الهادئ، أسأل الله جل وعلا أن يوفق البشرية كلها إليه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. بارك الله فيك.